من هو هاشم صفي الدين؟ القائد الهادئ وخليفة نصر الله في المقاومة اللبنانية. ولد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان عام 1964 في عائلة متدينة. نشأ في بيئة مليئة بالصعوبات، حيث كان الجنوب اللبناني يعاني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والظروف السياسية المتوترة. منذ صغره أبدى هاشم اهتماما بالدراسة الدينية وبرز في محيطه كطالب مجتهد. عندما بلغ سن الشباب سافر إلى النجف في العراق لدراسة الفقه والعلوم الدينية، حيث تعرف هناك على أبرز العلماء الشيعة وشخصيات مؤثرة في الحوزة العلمية. كانت تلك المرحلة أساسية في تشكيل وعيه الديني والسياسي، وأدت إلى تطوره كقائد فكري وسياسي في لبنان. في النجف تفاعل صفي الدين مع الفكر الشيعي الثوري المستوحى من الثورة الإسلامية الإيرانية، وتعرف على القيادات التي ساهمت لاحقا في تأسيس حزب الله. بعد عودته إلى لبنان كان لصفي الدين دور فعال في تطوير البنية التنظيمية للحزب، لا سيما من خلال دوره في المجلس التنفيذي. عند عودته كان لبنان في خضم النزاعات الأهلية والاعتداءات الإسرائيلية. أسس قادة الحزب شبكة مقاومة قوية تهدف إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وصفي الدين كان من بين أبرز المهندسين لهذه الرؤية المقاومة. تولى هاشم صفي الدين منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو منصب استراتيجي يمنحه القدرة على الإشراف على الشؤون التنظيمية والسياسية للحزب. لعب دورا محوريا في بناء شبكة الخدمات الاجتماعية لحزب الله، مما عزز من نفوذ الحزب بين قاعدة الشعب اللبناني، خصوصا في المناطق ذات الأغلبية الشيعية مثل الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية. قاد صفي الدين عمليات التخطيط والتنسيق العسكري للحزب، وكان له تأثير عميق في رسم سياسات الحزب في الداخل والخارج. يعتبر شخصية قيادية تعمل في الظل، حيث يركز على العمل بعيدا عن الأضواء الإعلامية، ولكن تأثيره يمتد إلى كل مفاصل الحزب. تعرف علاقة هاشم صفي الدين بإيران بأنها متينة، حيث يعتبر همزة الوصل بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني. هذه العلاقة القوية ساهمت في تأمين دعم عسكري ومالي مستمر للحزب، مما مكنه من تعزيز قدراته العسكرية وتنفيذ عملياته في لبنان وسوريا، وخاصة خلال الحرب السورية. يعد صفي الدين من الشخصيات القليلة التي حافظت على علاقات وثيقة مع القيادة الإيرانية، وكان له دور كبير في توجيه الحزب نحو توسيع نفوذه الإقليمي بالتنسيق مع حلفاء المقاومة في المنطقة. بعد اغتيال حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت بتاريخ 27 سبتمبر 2024، برز اسم هاشم صفي الدين كأحد أبرز المرشحين لخلافته. بحكم علاقته القوية مع إيران ودوره القيادي داخل الحزب، يعتبر صفي الدين الخيار الأبرز لقيادة حزب الله في المرحلة المقبلة. استشهاد نصر الله كان ضربة موجعة لحزب الله ومحور المقاومة بأكمله، لكن الحزب سعى للحفاظ على تماسكه وقوته من خلال قيادات مثل صفي الدين الذين يمثلون الاستمرارية في المسار الاستراتيجي للحزب. مع اندلاع حرب غزة الأخيرة في أكتوبر عام 2023 بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، لعب هاشم صفي الدين دورا كبيرا في تنسيق الدعم للمقاومة الفلسطينية. تحت قيادته أطلق حزب الله صواريخ موجهة وقذائف على المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعة لدعم الجبهة الفلسطينية في غزة، مما جعل المواجهة تأخذ بعدا إقليميا في إطار معادلة وحدة الساحات التي صاغها الحزب. استمرت هذه الاشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي حتى بعد استشهاد نصر الله، مما أكد على الالتزام الثابت بمقاومة الاحتلال على جميع الجبهات رغم الضغوط
والخسائر. هاشم صفي الدين شخصية تتسم بالهدوء والتواضع، رغم أهميته السياسية فهو بعيد عن الأضواء الإعلامية ويفضل العمل خلف الكواليس، متزوج وله أبناء ويعيش حياة عائلية متواضعة في بيروت، معروف عنه الالتزام الديني القوي وعلاقته الوثيقة مع القيادة الدينية في إيران. في الأول من أكتوبر عام 2024 تعرض هاشم صفي الدين للاغتيال في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت. هذا الهجوم جاء في إطار التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة، وخاصة بعد انخراط الحزب في دعم المقاومة الفلسطينية خلال الحرب الأخيرة على غزة. اغتيال صفي الدين كان بمثابة ضربة كبيرة للحزب، حيث فقد أحد أبرز قياديه وأكثرهم تأثيرا في التخطيط الاستراتيجي والسياسي. رغم أن الحزب لم يصدر بيانا تفصيليا حول الحادثة، إلا أن مصادر عدة أكدت أن صفي الدين كان هدفا رئيسيا للعدو الإسرائيلي نتيجة لدوره في إدارة عمليات الحزب العسكرية واللوجستية. بعد اغتيال صفي الدين بات مستقبل القيادة داخل حزب الله موضوعا محوريا، على الرغم من خسارته يبدو أن الحزب سيظل متماسكا، وذلك بفضل بنيته التنظيمية القوية والروابط المتينة مع الحلفاء الإقليميين. ومع تزايد التكهنات حول من سيكون خليفة نصر الله، برزت أسماء عدة من بينها محمد مهدي نصر الله ابن الأمين العام حسن نصر الله، الذي بدأ يظهر في الساحة بشكل أكبر، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان الحزب يعد جيلا جديدا من القادة ليواصلوا مسيرته. رغم استشهاده سيظل إرث هاشم صفي الدين حاضرا في أذهان أعضائه ومؤيدي حزب الله، فقد كان أحد أعمدة الحزب وأحد صناع القرار الرئيسيين في تشكيل سياسته. اغتياله يمثل نقطة جديدة في الصراع المستمر بين المقاومة اللبنانية وإسرائيل، إلا أن الحزب ما زال يواصل المسيرة بناء على الأسس التي وضعها قادته مثل صفي الدين من أجل تحرير الأراضي المحتلة والدفاع عن سيادة لبنان. مع استمرار تصاعد الأحداث ومقتل قادة رئيسيين في حزب الله مثل حسن نصر الله وصفي الدين، تثار العديد من التساؤلات حول المستقبل. هل ستبقى قيادة الحزب موحدة في وجه هذه التحديات؟ وهل سيكون الجيل القادم من القادة مستعدا لتحمل مسؤوليات هذه المرحلة؟ شاركنا رأيك في التعليقات وتأكد من الاشتراك في القناة لتبقى مطلعا على أحدث المستجدات.